ما يريده النظام من هذا القصف أولاً يعني يجعله يريد أن يجعل المعارضة في تلك المنطقة أو الفصائل الرضوخ لما يمليه هذا النظام، وربما يريد تهجير الناس من هذه المنطقة، وربما يحضر لعملية عسكرية في هذه المنطقة، وخاصة هو يريد الM4 وجنوب الM4 والسيطرة على هذه المنطقة لتسيير الخط ما بين اللاذقية وما بين حلب وبالتالي باقي المناطق حتى العراق. هذا ما يريده النظام. كذلك لا نخفي بأن النظام يريد دائما أن يقول بأنه هو المسيطر على هذه المنطقة وأنه له السيادة وأنه كذلك يحارب مجموعات إرهابية في هذه المنطقة.